السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله طيبين وسالمين. في حلقه جديده من الشوق والريد، قلت الريموت، وحنبدا مشوارنا مع بعض في الحلقه دي في لحن جديد للعبقري ابراهيم الكاشف واغنيه الليل. هو لحن درجه من البساطه، باعتبار انه المستمع ممكن يحفظها في اقل وقت، وبعدين بيخلي المستمع في حاله نفسيه واحده زي ما بيفعل الايقاع في هذا اللحن بالتحديد. يعني النسيج اللحن في الاغنيه دي، اذا جاز لي التعبير، نجد فيه التوزيع الالي تحديدا الصوتي البسيط تكوين الاغنيه ذاته. اتضح انه اغنيه الليل اغنيه ارتباط عند الناس، ارتباط مادي وارتباط عقلي، وده ترجم موسيقيا بعد ذاك على مستوى اللحن. يعني تتخيل الليل، انت لما تسمع الاغنيه دي تتخيل الليل ما بنوم من خلال اللحن العبقري ده. يعني وهنا تكمن عبقرينا ابراهيم الكاشف. استاذنا خالد امام الموسيقي، مرحب بك مره ثانيه. مرحب بك محمد، وليله رمضانيه سعيده على الجميع ومشاهدي قناة الشروق بإذن الله تعالى. نعم، حلقتنا المرة دي هي أغنية الليل. نعم، الليل ما بنوم وأنا حارس نجومه. أنا قلت ارتباط اللحن بالنص ذاته، باعتبار إنه قلنا في وصف الليل جد يعني. صحيح، الحالة المادية دي. أول حاجة شكرا على التقديم الجميل. نعم، البسيط في معانيه يعني، لكن المضامين عالية يعني. نعم، وحقيقة اختصرت عليه مسافات طويلة جدا. الليل أغنية من الأغنيات اللي كانت أصلا طبيعة التلحين هي مطروقة يعني. وهي أغنية كلامية يعني. نعم، كما يقول السؤال وجواب من الموسيقى وبين الله. ولكن المميز في أغنية الليل إنها هي تعتمد على إمكانيات المؤدي، ولذلك الطبقات. طبعا بالمناسبة، واحدة من الحاجات المهمة جدا لفائدة المشاهد الكريم، التينور في صوت الكاشف. نعم، هو أداوة المساحات. إنه ينطلق بال ممكن بالموال. نصنف شنو صوت الكاشف؟ التينور اسمه التينور. الأصوات البشرية الرجالية تحديد الباس والباس باريتون. نعم، والتينور الثاني والتينور الأول. تمام، الكاشف صوت تينور، ويستطيع انه بخامة الصوت الجيدة النقية انه يصعد بالمستمع وهو يغني في أغنية الليل، يتأمل معه التفاصيل. تحس بالليل فعليا. الليل سكونه. نعم، جميل لما تسمع العبارة كاملة، ويتمادى الكاشف في انه يستعرض الملكات الصوتية. تشعر بانك انت تستمع لصوت يناجي في الليل حقيقة. صحيح، الجمل الموسيقية ما فيها جمل موسيقية معقدة، يمكن طابع الموال هو اكثر يعني شيوعا داخل المؤلف اللحني، لكن بشكل عام اعتماده على 6/8 ايقاعات تمتم البسيط العادي. برضه واحدة من الايقاعات اللي كانت الشائعة أصلا في أساليب التأليف، الثبات وما أدراك في الوقت. صحيح صحيح. الإيقاعات السودانية البسيطة، التمتم، السيرة، وهكذا يعني. لكن استخدام الإيقاع ذاته زي ما سميتها أنت، فضلت قبل شوية الإلفة ما بين اللحن وما بين النص والأداء. الكاشف قدر يعبر عن الأداء، عن الأداء الموسيقي في الانتقال من كوبليه لكوبليه ثاني، إلى أن يسوقنا في آخر المرحلة في الشكوى الأخيرة في النص الشعري، ويترجم أحاسيس الأوركسترا الموسيقى. بالمناسبة، واحدة من الأمور الصعبة جدا إنه عمل الكاشف، إنه حول طبيعة الغناء السوداني من العملية العادية بتاعت الرق. نعم، والشيالين اللي هي كانت. نعم، وأيضا يحمد له إنه أول من أدخل الأصوات النسائية في الكورال أو الفرقة المصاحبة. ولكن عملية التحويل نفسها من الأصوات الأدائية العادية البشرية وترد عليه الأصوات البشرية ومصاحبة آلة الرق والإيقاعات. نعم، الكاشف نقل الفكرة، وبالتالي أغنية الليل يقول كما يقول تقول الأوركسترا. نعم، نفس الجملة الموسيقية. نعم، ولكن التماهي الكبير جدا في عملية إنك كيف تعمل المزيج الكبير، وده أثرت فيه حاجة مهمة جدا إنها تؤدى بصوت الكاشف بالطبقة دي. نعم،
أقل الآن الأغنية ذات الليل إذا حاولنا نغنيها في طبقة صوت أقل تشعر بفرق كبير جدا، وبالتالي نعم. تعتمد على الإمكانيات الصوتية وعلى المؤلف وطبيعة الإيقاع المستخدم في الأغنية، بالإضافة للتقمص الكاشف لحالة الليل ذات. أيوة صحيح، وده طبعا مهم وضروري جدا وينم عن ذكاء الفنان. نعم نعم صحيح. عماد أستاذ خالد تكلم عن أغنية الليل دي بالتحديد باعتبار أنه لحنها عادي يعني، لكن يعتمد عليها براعة المؤدي، رأيك شنو الكلام؟ والله زي ما قال أخونا خالد، هي طبعا الكاشف أنه أنواع من التلحين، ركة التلحين ذاته. نعم. فدي من الأغاني البسيطة، لكن زي ما ذكر خالد هي بتعتمد على الأداء. نعم، اللي هو أنت بتبقى في البطل. أيوة. المين كاركتر بالضبط كده. أي. نعم. فشكل الأغنية هي أقرب للحال زي الرواية كده. الليل ما بنو صحيح دين حكي في قصة كده. نعم. لكن لزول تاني. ممتاز. طيب نقول الليل ما بنوم. نعم. We'll be right back.
بحاتي سافي غاية الإبداع يا ليل عاهدني وحبيت وجدت عهد خلال وتليه الوداع عماد يا اخي ربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا فرقه موسيقيه كالمعتاد، ربنا يديكم الصحه والعافيه. حتصاحبونا طيله شهر رمضان، هنكون مع بعض، شدوا حيلكم معنا، ربنا يقدرنا ويقدركم. استاذ خالد قال لي يا ليل انت شاهد، يعني ذات الدرجه من مناجاه عجيبه يعني في الاغنيه بالتحديد. هو شوف يا استاذ محمد وده طبعا عمنا عبيد عبد الرحمن. ايوه نستصحب معنا الكاشف في انه في حلقه سابقه كنا تناولنا فوتين تبيه، ترك متعه عاليه جدا للاخوان الموسيقيين عشان يتعاملوا معه. الان الليل المناجاه وكذلك هذا التوسل العالي جدا من الليل والعبارات المستخدمه تركت متعه اعلى للمؤدين عشان يقدموا الاعمال الموسيقيه. تسلم يا خالد، شكرا جزيلا. شكرا عماد. شكرا يا اخي، وان شاء الله كنا خفاف يعني على المشاهدين. دنيا رمضان الناس عطشانه. صحيح صحيح، ما عشان كده احنا بالليل ده عايزين الناس يرتووا يعني عرفت، خليهم عطشانين بالنهايه. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب نوفق نوثق لهذا العبقري العظيم كل في كم في كل مكان. شكرا لحسن المتابعه لهذه الحلقه، غدا لقاء جديد. شو ريد ما تمشوا بعيد. Shukuri.